وينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة البلغارية صوفيا الأستاذ زكريا مبارك حسن، شقيق الشهيد زكي مبارك حسن. سيد زكريا، تعازينا لك وللأسرة الكريمة في البداية، ودعني أسألك عن يعني ما هي المعلومات المتوافرة حتى الآن لديكم كأسرة عن ملابسات مقتل الشهيد؟ البقاء لله، رحم الله الفقيد الدكتور زكي مبارك رحمة الله عليه. يا أخي الفاضل، يعني يمكن كل العالم، الأطفال نفسهم الصغار أصحاب العقل، بيعرفوا أنه كانت فبركة إعلامية فقط لا غير. يعني إحنا الآن مش راح نعيد اللي سبق واللي قلناه على القنوات كلها، أنه كيف كان هو بريء، وأنه التحقيقات كلها ما عليه أي أدلة أو إثباتات، ومجرد هو تورى الإعلام التركي ورى التركية في شيء اكبر منهم، وانه هو راح يكون بعد ذلك في لهم يعني سوء اعلامي معاكس، انه راح يبانوا انهم كذابين وانه هم دجالين وانه انه 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 ففضلوا التخلص من زكي مبارك في غياب انه حد يسال عن زكي مبارك. انا قبل اسبوع تحديدا نشرت على الفيسبوك عندي على صفحتي انه الحقوا زكي مبارك بعد الشو الاعلامي اللي انعمل، الحق ذكي مبارك، ممكن السلطات التركية تصفي حتى تغطي على خيبة الأمن التركي، ولكن للأسف الشديد لم يستجيب أحد، وكان يجب أن يتم قتل ذكي إذا يتحرك العالم إعلاميا. طيب سيد زكريا، ما هي المسارات التي ستسير فيها هذه القضية من قبلكم قانونيا؟ قانونيا يا اخي، انا الان انا يعني بوجه لجميع المنظمات الدوليه انه يتم لجنه تحقيق محايد. انا لا اقبل القاتل او المتخاذل انه يكونوا لجنه تحقيق. لذلك انا لا اقبل تركيا انها تكون لجنه تحقيق، ولا اقبل كمان ايضا سفارتنا اللي تخاذلت في دم الشهيد انها تكون في لجنه التحقيق. انا بدي لجنه تحقيق دوليه من دول محايده، وانا متاكد وعلى يقين انه لجنة التحقيق المحايدة هتكتب تقريرها للأمم المتحدة بانه قتل داخل السجن. اول شيء انا احب اوضح شيء، تركيا تمتاز بشيء معين، وانه في كل شبر في الشوارع الخارجية في كاميرات مراقبة، فما بالك بسجن او معتقل سياسي خالي من الكاميرات. يعني احنا طلبنا من الاتراك، طب اعطونا شريط الفيديو لانتحاره يا اخي، بيقول لك لا الكاميرا مش شغاله. طب هو لازم طبعا يقولوا الكاميرا مش شغاله. هو قالوا انه مات بالخنق، هو انا متاكد ان هم خنقوه طبعا. هم قتلوه. اذا اي جهه تحقيق ترتضونها انتم سيد زكريا؟ نعم، اي جهه تحقيق ترتضونها اذا كنتم ترفضون التحقيق من قبل الاتراك؟ طبعا انا رافض التحقيق من قبل القاتل. كيف قاتل وهو اصلا اللي بيحقق؟ كيف قاتل ويحقق؟ احنا بدنا جهات دوليه محترمه هي اللي تحقق. يتفضلوا الاوروبيين ينزلوا يحققوا، يتفضلوا بعض الدول العربيه حققوا. طبعا العداء التركي المصري انه الاتراك يقول لك لا هذول اعدائنا. العداء الاماراتي التركي يقول لك هذول اعدائنا. العداء السعودي التركي يقول لك هذول اعدائنا. العداء السوري يقول لك اعدائنا. ما هو اصبح يعني النظام يا اخي انا اقول لك شيء، يعني اخي المرحوم رحمه الله عليه انخدع في النظام التركي، كمثلي انا انخدع في النظام التركي، كمثلي 2 مليون فلسطيني في غزه مخدوعين في النظام التركي. انه تركيا هي الحاضنه للقضيه الفلسطينيه، تركيا هي من تبحث عن تحرير القدس، يا اخي كله تجاره في دماء الشعب الفلسطيني. نعم. هو مجرد مكاسب سياسيه فقط لا غير لنظام معين انه يبقى حاكم بدوله معينه. نعم، شكرا جزيلا لك سيد زكريا مبارك حسن، شقيق الفقيد زكي مبارك حسن، كان معنا من العاصمة البلغارية صوفيا.